أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأخوة، وقفنا عند قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ مناسبتها لما قبلها أن من يسمع هذا الأمر ويعلم بحال أهله، أي الشرك بالله عز وجل والافتراء على الله تعالى بالولد واتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر والرسالة وإنكار البعث، فيه من الإيمان والتوحيد لا يصبر، فإنه قد يجرؤ في أذية الكافرين. وهذه الآيات في سورة مكية، فالله تعالى يقول: وقل لعبادي، أي المؤمنين، يقول التي أحسن، أي ليتركوا هؤلاء المشركين ولا يجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، في مخاطبتهم بما يدعوهم إلى الإيمان. قد ينزغ الله الشيطان بينهم فيكون ذلك مفسدة بقتال أو نحو ذلك. وفي هذه الآية الكريمة أيها الأحبة قاعدة أخلاقية عظيمة نفيسة، والله لو تمثلناها فقط من قواعد الأخلاق في القرآن لكفت. تأملوها جيدا، وهي نداء إلهي نداء بوصف العبودية. قل لعبادي، ما قال قل للناس ولا قل للمؤمنين ولا قل لأمتك، قال قل لعبادي. فما أعظم هذا النداء أيها الإخوة، وما أعظم هذا الأمر الإلهي الكريم. قال: يقول التي هي أحسن. كيف يقول التي هي أحسن؟ لاحظوا هذا أيها الإخوة في أقوالنا وأفعالنا، بمعنى أنني لو أتيت أخاطبك، فرق بين أتي إليك وأقول: يا أخي اذهب من هنا، أو ائت لي بكذا، في شيء من النهر والغلظة. لكن لو قلت: يا أخي الكريم، من فضلك وكرمك أريد أن تأتي لي بكذا، بأسلوب رخيم رقيق ولفظ أيضا رقيق طيب، أيهما أحسن؟ فرق. النفوس البشرية أيها الأخوة تدرك ذلك بطبيعتها، بفطرها وطبيعتها. فبعض الناس حينما يغلظ القول فتنكر، تقول: أنا ما قلت شيئا. صحيح أنك لا تقول حراما شيئا محرما، لكنك تغلظ القول. فإذا كنت رجلا تريد الكمال وتريد أن تتصف بصفات التي أرادها الله لك وارتضاها لك كعبد من عبادي، قل لعبادي، فليكن خطابك من أرقى الخطاب مع الناس. يا إخواني الكرام، هذا الخطاب للمؤمنين في خطاب من؟ خطاب المشركين. فكيف بخطاب المؤمن مع المؤمن؟ ثم كيف بخطاب الأخ مع أخيه القريب أو ذي الرحم أو ابنه أو أخيه أو أمه وأبيه؟ لا شك أن ذلك يرتقي إلى أحسن الألفاظ. والله يا إخواني، الإنسان لو
يعني عنا بهذا عناية خاصة لوجد لذلك تأثيرا عظيما بالغا في أسلوبه وفي الناس، بمعنى تأثيرا في الناس. جربوا هذا، ليكن من عادتك أنك تختار أحسن الألفاظ، وأنك تقدم بين يدي كلامك بلفظ ينم عن محبة وود وقرب. والله تعالى أيها الإخوة الذي يرشدنا لهذا الخلق العظيم هو سبحانه وتعالى قد تمثل ذلك في خطابه لنا، إذ قال: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. فاستفتح الأمر بلفظ يدل على القرب والود، ويدل على أيضا الوصف، أقرب وصف بين العبد وربه هو وصف العبودية لله عز وجل، فناداهم بأقرب وصف يكون بينه وبينهم وهو العبودية. فانظروا يا أخواني، إذا كان هذا خطاب الله عز وجل مع عباده المؤمنين، فما أحرى أن يكون خطابنا كذلك أيها الإخوة المؤمنون. ثم قال: إن الشيطان ينزغ بينهم. لاحظوا اقتران هذا الأمر بقوله إن الشيطان ينزغ بينهم، مما يؤكد أيها الإخوة أن من أعظم مداخل الشيطان في الأقوال وفي الخطاب، من أعظم مداخل الشيطان بين الناس في نزع وفي في 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 الشقاق بينهم وتفريق أو البغضاء في بين قلوبهم والنفرة، هو من جهة الألفاظ. حينما يكون الإنسان فظا غليظا ينفر الناس منه، ولهذا قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظا إيش لانفضوا من حولك، ينفر الناس من الفظ الغليظ. أما الرقيق اللطيف الرحيم لا شك أن الناس يقتربون إليه ويألفون كلامه ويؤثر فيهم ذلك. قال: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لاحظوا أنه يعني قد يوصل الشيطان بهذه الكلمة إلى عداوة بين اثنين، هو عدو لك فيريد أن يبعث هذه العداوة بينك وبين أخيك. وما أكثر يا أخواني ما كان من افتراق أخوين مسلمين بسبب كلمة واحدة أو كلمات فقط، وما أكثر ما افترق زوجان بسبب كلمة، وما أكثر ما اختلف جماعة فيما بينهم وفرق صفهم كلمة. هذا الذي أوردني الموارد كما قال أبي بكر رضي الله عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. مناسبة ذلك أنه خطاب من الله عز وجل يخص المؤمنين ويخص الكافرين، لأن الخطاب ما يزال معهم. فالله تعالى يقول: ربكم أعلم بكم، إن كنتم صالحين فسيرحمكم، وإن كان أمركم وما في نفوسكم من الخير وصفاتكم فإن الله عز وجل سيرحمكم. وعلى هذا في تعقيب الآية السابقة أن الإنسان إذا أحسن صفاته وخلقه مع الناس فإنه سينال من ربه خيراً ورحمة بإذنه. قال: وإن يشأ يعذبكم، إنما يعذبهم بأعمالهم وسيء أخلاقهم وصفاتهم. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي لم ترسل لتكون وكيلا عليهم تدافع عنهم، إنما أنت مبلغ. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. لاحظوا أيها الإخوة، هذه الآية دالة على المقصد الذي ذكرته لكم، فكيف ذلك؟ قال: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ما مناسبة هذه الآية استفتاحها بقوله وربك
أعلم بما في السماوات والأرض، ثم قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. هذه دلالة صريحة على المقصد من حيث اختيار الله عز وجل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتفضيله به، تفضيله عليه الصلاة والسلام على الأنبياء. ولذلك أشار لداود الذي به كانت رفعة اليهود وحصول العلو والتمكين لهم، فأشار هنا بتفضيله عليه الصلاة والسلام على أنبياء بني إسرائيل. قال وربك أعلم بما في السماوات والأرض، أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الناس كيف يشاء ويختار لهم ما يشاء، كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، إشارة إلى فضله عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى فضله وأنه سبحانه وتعالى هو الذي اختار محمدا نبيا، فليس لليهود أن يعترضوا على ذلك. فكأن هذه الآية تعريض باليهود ورد لافترائهم أو عدم إيمانهم. وآتينا داود زبورا، أي كما آتينا داود زبورا وفضلناه تفضيلا، فضلنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فالأمر لله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله. قل ادعوا الله أو قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ما مناسبة هذه الآية؟ الخطاب هنا للمشركين واليهود، فالمشركون كانوا يعبدون الأصنام على أنها ترمز إلى من؟ إلى أولياء صالحين أو من أبائهم، فيتشفعون بها. فقال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني حتى وإن كنتم هؤلاء الصالحون الذين اختارهم الله وفضلهم ثم اتخذتموهم أنتم أولياء من دون الله ما ينفعونكم، حتى وإن كانوا صالحين، حتى وإن كانوا أنبياء. كأن هذا إشارة إلى اليهود، لن تنالوا من أنبيائكم خيرا ما دمتم على غير طريقتهم. ولهذا جاء في سورة البقرة حينما قال حينما قال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، إلى قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، إذ كانوا يزعمون أن أنبياءهم سيشفعون لهم، فقال الله عز وجل لن يشفعوا لكم، ذهبوا بما هم عليه وأنتم بما لكم وما فعلتم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فهنا الله عز وجل بعد أن ذكر تفضيل الرسل قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. من هم أولئك؟ من هم أولئك؟ الصالحون الأنبياء. فأدرج في الكلام ثم رجع إليهم، يعني سياق الكلام أن يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا أولئك الذين يدعون أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فأدرج هنا الرد على اليهود والنصارى، لأن سياق الآيات والسورة فيه رد عليهم، وهذا من إبداع القرآن وإعجاز وبلاغته وعظمته. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هنا أولاً هي الدرجة الرفيعة، وهي إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة، وهي الشفاعة التي ذكرها الله التي لا يستحقها إلا رجل من عباد الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن أكون هو. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأله الوسيلة في بعد في ماذا؟ بعد الأذان. فهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نسأله أن
يبعثه الله تعالى المقام المحمود وأن يؤتيه الوسيلة. قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويدخل في هذا المعنى أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي الطريق إلى الله. هؤلاء يبتغون الوسيلة بالشفاعة هؤلاء الأصنام، هذه الأصنام، وهؤلاء الصالحون يبتغون وسيلتهم بعبادة الله والتقرب إليه. فانظروا كيف جمعت الآية هذين المعنيين، أيهم أقرب؟ الآية والسورة كما ذكرت لكم أيها الأخوة هي في الكمال والوصول إلى الكمال البشري، فأشار هنا إلى قوله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية أيها الأخوة جمعت في ثناياها المحبة والخوف والرجاء التي هي مناط كمال التوحيد والإيمان لله عز وجل. ففي المحبة في قوله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وفي هذا تعريض للمكذبين. قال الله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود بهذه الآية تعريض بمن؟ بقريش، كأنه قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة إلا أن تؤمن. وهل كل قرية سيهلكها الله؟ لا، وإنما السياق يؤكد أنها في القرية المكذبة، وليست كل قرية سيعذبها الله عز وجل، وإنما هي القرية المكذبة، لأن الخطاب قبل ذلك يؤكده أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. المقصود بهذا أن هذا إشارة وتعريض بالمشركين، أنه ما منعنا من أن نرسل عليكم الآيات التي بها عذاب الله أو الآيات التي فيها حجج عليكم إلا أن كذب بها الأولون. ولهذا قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فكأن الله تعالى يقول أن هؤلاء لن تنفعهم الآيات التي يرسلها الله تعالى كما كان ذلك حال السابقين من قبلهم. ولهذا قال مبصرة، ما يدل على أن آيات الله عز وجل واضحة الدلالة والبرهان على صدق أنبيائهم ويقينهم بوعدهم. فظلموا بها، الظلم تجاوز الحد. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ماذا نستفيد من قوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا؟ كأن في ذلك تخويف لقريش، أننا حينما نريكم آية فهو تخويف لكم فاحذروا. قال الله عز وجل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هذا يؤكد أن الله عز وجل محيط بهم، وهو زيادة في التهديد لهم إذا علموا أو أعلمهم بأن الله عز وجل محيط بهم فذلك مؤذن بعقابهم فليحذروا. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ما الرؤيا هذه التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا الرؤيا هنا ليست رؤيا منام، والدليل أنه قال التي أريناك، فهو رآها حقيقة. وما الذي رأى؟ رآه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج في جهنم، إذ رأى فيها شجرة
فأخبر بها حين أخبر المشركون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بذلك أنكروا قالوا كيف تكون شجرة في النار وهل توقد النار إلا من الشجر؟ فهذا يعني كأنهم جعلوا هذا سبيل لإنكارهم بالمعراج. فلذلك نص عليها هنا لأن السورة كلها في الإسراء في حديث الإسراء أو تشير إليه. فالله تعالى ذكر هنا شيئا مما أنكروه وجعلوا حجة لهم في تكذيبهم، قالوا كيف تكون شجرة في النار لا تأكلها؟ فقال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس حينما تخبرهم فلا يصدقون فيزدادون بذلك كفرا وضلالا والشجرة الملعونة في القرآن. بعض المفسرين تأسفوا في هذا فذكروا أن الشجرة الملعونة في القرآن هنا قالوا بعضهم هم اليهود، وقال بعضهم في تفسير نسبوه إلى ابن عباس وهو باطل أن الشجرة الملعونة هم بنو أمية، وهذا ضلال، وحاشى ابن عباس أن يفسر ذلك بهذه الآية. قال الله عز وجل الشجرة الملعونة في القرآن، ما أين ذكرت الشجرة في القرآن الملعونة هذه؟ في قوله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهذه يظهر الله تعالى أعلم هي الشجرة المقصودة هنا. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، عياذا بالله. الظالم الكافر الجاحد لأمر الله ما ينفعه شيء ما دام أنه لا تنفعه الآيات الدالة على قدرة الله وعلى وحدانية الله أصلا، لا ينفعه التهديد ولا يزيده التهديد إلا طغيانا كبيرا عياذا بالله. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أريتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. السؤال هنا ما مناسبة ذكر خلق آدم عليه السلام أو ذكر أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجود أو الأمر إبليس أيضا بالسجود، ما مناسبته لسياق الآيات؟ نعم نعم. وأيضا ب وأيضا وهو كذلك، هي يظهر الله تعالى أعلم أن المقصود هنا تذكيرهم بخلقهم الأول، تذكيرهم بخلقهم الأول وهو آدم عليه السلام الذي أكرمه الله تعالى بسجود الملائكة له. ولذلك جاء بعدها في آيات قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، كأنه أراد أن يقول كرمكم الله بتكريم أصلكم وهو آدم بالسجود له بسجود الملائكة له، ما بالكم تنكرون وتجحدون نعمة الله عليكم. ثم أيضا ذكرهم بعداوة إبليس لهم، هو الذي أضلهم وهو الذي يأمرهم بتلك الضلالات، أفلا يتخذونه عدوا إذ كان يأمرهم إذ قد امتنع من السجود لأبيهم. ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لاحظوا الله عز وجل يذكرهم بما فيه كرامتهم وشرفهم ورفعتهم وكمالهم في الآية الأولى، ثم يبين أن هذا الشيطان حسدهم على تلك هذا التكريم، فما بالهم يتبعونه ويتخذونه. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، ما يدل أيها الإخوة أيضا هذا يدلك على سبب إنكار اليهود لرسالة
النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه القصة فيها عدة دلالات كما ذكرت، ويدل على أيضا سبب من أسباب إنكار قريش لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ نعم، لا، في كتاب الله عز وجل، وأنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الأول الآية، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم. فهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أهلا لهذه الرسالة، فمنعهم ذلك أن الله أكرم محمد وفضله عليهم، وصارت الرسالة عنده، فحسدوه كما حسد إبليس آدم عليه السلام حينما فضله وأمر الملائكة بالسجود إليه. ففيها تعريض لليهود وفيها تعريض وتوبيخ للمشركين. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى لأحتنكن ذريته؟ بمعنى لألجئن ذريته إلى الكفر ومخالفة أمرك إلا قليلا منهم. وهي مأخوذة من وضع الوسن في حنك الخيل أو الراكب الراحلة وقهرها على السير، فكأنه يمثل ذلك بوضع الوسن في حنك الخيل وإرهاقها وإلزامها بالمسير، كأنه يقول سألزمهم وأرغمهم على الكفر عياذا بالله. وهذا كأن في ذلك مشينة عليهم، كيف يتبعون الشيطان وهو يذلهم ويقصرهم على الكفر بالله عز وجل. قال إلا قليلا، مما يدل على أن أكثر الناس على ضلاله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالشيطان قد أضل أكثر الناس. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ما معنى استفزز؟ يعني من الفز، وهو إثارتهم بصوته. وما هو صوته؟ إما دعوته إلى الشرك، دعوتهم إلى الشرك ودعوتهم إلى الزنا وغير ذلك، وإما هو الوسوسة فهو صوت الشيطان، وإما هنا أراد أن يمثل أن حال إبليس معهم كحال القائد في معركة، فهو يستفز جيشه لإثارتهم ضد هؤلاء المؤمنين. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك. فكأنه يصور، الله عز وجل يصور هنا حال الشيطان معنا كأننا نحن وإياه في حرب، ومعه جيشه ورجاله وخيله، ولهذا قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. ثم قال وشاركهم في الأموال والأولاد. المقصود بشاركهم في الأموال والأولاد أنه يجعلهم يصرفون ما أنعم الله تعالى به عليهم من الأولاد في غير طاعة الله، فيعلمونهم الشرك ويعلقونهم بذلك، والأموال يصرفونها في أصنامهم وما حرم الله عز وجل. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والغرور المقصود به هو تصوير الشيء الباطل بصورة حسنة، تصوير الشيء الباطل بصورة حسنة، فيزين لهم الغناء بأنه يؤنسهم ويذهب همهم، ويزين لهم الخمر بأنه يتنعمون فيه بسكرة أو نحو ذلك، ويزين لهم الزنا بالشهوة وغير ذلك. هذا من غرور الشيطان. ثم قال الله عز وجل إكراما لعباده المؤمنين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي أي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان، ليس لك
عليهم قدرة وتسلط، ثم قال وكفى بربك وكيلا. ما سر ختم الآية بقوله وكفى بربك وكيلا؟ الوكيل في العادة هو الذي يدافع عن الموكل، فأنت حينما تريد شيئا توكل ليدافع عنك أو يطالب عنك، فكأن الله عز وجل هنا يقول هؤلاء الله تعالى يدافع عنهم، فكفى بربك وكيلا ويحفظهم من سبيلك وشرك وصوتك ورجلك وخيلك. ثم قال الله تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. يزجي بمعنى يسيره ببطء وسكينة وهدوء حتى لا يعني ينقلب بكم أو يكون ذلك في سرعة يعني تكون سببا في بعثرتكم. فالله تعالى هنا يمتن عليهم، ولهذا قال ربكم، يعني ما بالكم تكفرون بالله والله تعالى هو صاحب الفضل عليكم، ييسر لكم أسباب عيشكم، هذا الرزق الذي تنالونه هو بتيسير الله تعالى لكم هذه السبل. يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. مع أنهم مشركون، مع أنهم مشركون، إلا أن الله تعالى رحيم بهم حيث تكفل برزقهم. ثم قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فإذا كنتم في البحر ومسكم الضر بريح أو يعني مظنة غرق، قال ظل من تدعون إلا إياه. لاحظ كلمة ظل من تدعون إلا إياه ماذا يفيد؟ يعني في حال الغرق أو خشية الغرق الإنسان يظل عنه كل شيء إلا دعاء أهل ربه، ففطرته السليمة أو فطرته الأصل تدعو إلى أن يرجع إلى ربه، فكأنه هنا يلجئهم إلجاء إلى التوحيد بأنكم في حال الضر يظل عنكم هذه الآلهة التي تدعون من دون الله ولا يبقى إلا الله عز وجل. فلما نجاكم إلى البر أعرضتهم ورجعتم إلى شرككم وكان الإنسان كفورا. يعني الإنسان الكافر حينما يعيش في أمن وأمان ورغد من العيش فيكفر ويجحد نعمة الله. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني أتأمنون من قدرة الله في أن الله تعالى يخسف بكم البر بما يمكن أن يكون بزلزال أو نحو ذلك، أو يرسل عليكم حاصبا؟ ما هو الحاصب؟ هو الريح التي فيها حصب، إما بحجارة أو برد مع مطر أو يعني شيئا يحصبهم حصبا يرميهم رميا. ثم لا تجد لكم وكيلا. ثم لا تجد لكم وكيلا، لماذا ختم الآية بقوله ثم لا تجد لكم وكيلا؟ هذه مفيدة للحفاظ، إذ أن السورة فيها ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أفضل السبل وأفضل الطرق لضبط المتشابه في الحفظ هو معرفة سياق الآية وسبب التعبير فيها. في قوله ثم لا تجد لكم وكيلا عبر عنها بالوكيل هنا لماذا؟ لأنهم يحتاجون في مثل هذا الحال إلى من يدافع عنهم أو يدفع عنهم هذا البلاء الذي أصابهم، فقال لن تجدوا من يدافع عنكم يتوكل عنكم في الدفاع، ما ليس لكم سبيل، ولهذا قال لا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. قال الله تعالى أفأمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي إلى يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح.
يعني يقصفكم بشيء مع الريح، وشيئا يكسر سفنكم، يقصف سفنكم فيكسرها فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ما سر التعبير بتبيع هنا ولم يقل وكيل؟ ما سر التعبير بتبيع في غرقهم في البحر؟ لأنه في الأصل في الظاهر أنه إذا غرق الإنسان في البحر لا يمكن الوصول إليه وتتبعه، غرق وانتهى. فقال لا لا ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، يتتبع أثركم، لأن البحر أمر لا يمكن الوصول فيه والغوص فيه بسهولة والوصول فيه إلى يعني مكانكم. فلهذا قال تبيعا ولم يقل وكيلا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كم في هذه الآية من صفة من الامتنان من الله عز وجل على عباده؟ كم؟ كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في هذه أربع صفات، أربع صفات. قال الله ولقد كرمنا بني آدم، بماذا كرمهم الله؟ كرمهم الله بأن جعلهم أهلا لرسالته ولم يختار غيرهم. كرمهم الله بحسن خلقهم، إذ أنهم أصحاب قامة طويلة وهذا كرامة. كرمهم الله بالعقل واللسان، كرمهم الله باللباس، كرمهم الله بأنهم يتناولون طعامهم بأيديهم ولا يقبضونه ويقطبونه في فمهم مباشرة كالأنعام، هذا كرامة. كرمهم الله تعالى بأنهم يشربون الماء بالإناء ولا يتناولونه مباشرة بفمهم. وكرمهم الله تعالى على سائر المخلوقات من الدواب في الأرض فسخرها لهم. كل هذا تكريم من الله للإنسان. وكذلك البيان، فما بالهم يكفرون بالله وهذه الدواب التي كرمهم عليها هي تسبح الله وتطيع الله. فكل ذلك مدعاة إلى أن ينظروا إلى ذلك التكريم فيؤمنوا بالله عز وجل. فقال الله عز وجل: وحملناكم في البر والبحر، يعني يسرنا لكم الطرق في البر، هذه السبل تسيرون فيها، وفي البحر فهذه الفلك تركبونها. ورزقكم من الطيبات، فإن الله عز وجل رزق ابن آدم من الطيبات المتنوعة بخلاف غيره من المخلوقات من الدواب، فغذاؤها يعني لا يقارن ببني آدم. الله عز وجل وسع على بني آدم في الطيبات، يأكلون أنواعا من المأكولات والمشروبات والمطعومات، وشيئا يطبخ شيئا يؤكل مباشر، لكن غيره من الدواب تأكل الحشائش في الأرض التي هي نوع أو نوعان أو شيء يسير. قالوا: فضلناكم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا يدل على أن بني آدم من أعظم من فضل الله تعالى، وفيها إشارة إلى تفضيل غيرهم. مثل من؟ مثل الملائكة، فإن الله عز وجل فضل الملائكة بأن اختصهم عنده في الملأ الأعلى ووكلهم بأمره، مع أن التفضيل بين الأنبياء والملائكة أيهم أفضل كما تعلمون هذا فيه خلاف بين أهل العلم،
والأظهر أن أنبياء الله عز وجل أعظم من أفضل من الملائكة، وسائر الملائكة أفضل، جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم. قال الله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ما المقصود بإمامهم؟ يعني بمن ينتسبون إليه. فالأنبياء أو أمم الأنبياء يدعون بأنبيائهم، يا أمة محمد، أمة نوح، أمة هود، وأمم الأصنام والأنداد يدعون بأصنامهم، يا أصحاب أصنام أو صنم كذا أو معبود كذا، يا أصحاب بوذا. فيدعى كل ناس بما يرجعون إليه. ولماذا يدعون بإمامهم؟ لكي يأنس المؤمنون مباشرة بالنداء، فإذا علم المؤمنون أنهم نسبوا إلى نبيهم فإن ذلك يبعث في نفوسهم الفرح والسرور، إذ أنهم تبع له، ويبعث في نفوس الكفار الشقاء والحزن والهم مجرد دعوتهم. قال الله سبحانه وتعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. والفتيل ما هو؟ هو السلب الذي في النواة، يعني كأن الله تعالى قال: ولا يظلمون شيئا يسيرا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم مسرورون في سرور وسعادة، لهذا قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية، نسأل الله الكريم من فضله. فقال هنا: فالله تعالى يكرمهم ولا يظلمون من أعمالهم شيئا أبدا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ولم يقل ومن كان في هذه أعمى، ومن أوتي كتابه بشماله. لماذا؟ ليجمع عليهم صفتين: أنهم يؤتون كتب بشمالهم، وأيضا أنهم يؤتون عمياء، عياذا بالله. تصوروا هذا المشهد الأليم. قال: ومن كان في هذه أعمى بضلاله وعدم إيمانه فهو في الآخرة أعمى بل أضل سبيلا. لماذا؟ لأنه في الدنيا يمكن أن يسلم، لكن في الآخرة انتهى أمره، فهو في عمى دائم عياذا بالله في جهنم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذابه، وأن يرزقنا وإياكم نعيمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.